تأسست المقلب الخصوصية، يعني تاريخ التأسيس ودوام التأسيس. رباني عبد الله مؤسس مدرسة مقري. المؤسسة تأسست في 1982 على يد المؤسسين القدماء. أنا اقتنيتها في 2007. دوافع وأنا أنا أستاذ اللغة الفرنسية، كنت أستاذ في العمومي وكنت أستاذ مؤطر ونائب مدير في البيئة الفرنسية. إذن أنا أستاذ، أش غيمكن لي ندير مشروع؟ ما غيمكن لي ندير إلا مدرسة. إوا فكرت باش ندير مدرسة. طرقنا باب الأبناق والحمد لله وساعدونا وحققنا أمنياتنا ديال المدرسة. والمدرسة هذا مزيان الحمد لله، والنتائج راه كتشهد على هذاك الشيء. اجتازينا واحد الفترة شوية صعبة من مارس، وباقي كنأديو شوية الضريبة ديالتها. مؤسسة المقرمة من المؤسسات القلائل اللي سمحت في حقها في جائحة في خلال ديك الفترة ديال الجائحة اللي بدات في مارس. ما يخفيكش عليك أن كنتي خدام حتى واحد الصباح جا قرر سد. حنا بلا ما تكون جائحة كان عندنا شوية الأباء كيماطلو خمسة شهور كنساعدو كيما كان الحال، كان كيمكن لك تواجه مصاريف. أما ملي سد تعذر على البعض يخلص ولقاها البعض دريعة باش ما يخلصش. حنا ما عندناش إمكانيات باش نعرفو شكون اللي عنده إمكانيات ما عندوش الإمكانيات. درنا أون أمي تو المون دون ميم باني، راه الناس كلهم مسوسين، واخا كاين عندنا ناس في الوظيفة العمومية ما تمسوش. رغم هذاك الشيء تعاملنا معاهم حتى هما على أساس راه تمسو، وكانوا تخفيضات تسمح لنا الناس في واجبات، وكانت تسهيلات كثيرة. كانت تسهيلات كثيرة بحيث أن في الأشهر اللي ديال الجائحة ما كانش عندي باش نأدي باش نواجه المصاريف. جئنا الأبناق مرة ثانية والحمد لله ما خيبوش الظن. كانوا حتى هما الأبناق كانوا سلسات البنك ديالنا، ساعدنا كيدي أكسجين واجهنا به حتى المصاريف، وحنا باقيين دابا ودخلنا في كريدي آخر حتى هو، لأن لحد الآن باقي الناس ما خرجوش. كاين بوادر ديال الإنفراج كاينة، ولكن باقي الناس ما خرجوش نفسيا من ديك الأزمة. يعني أكيد بأنكم كباقي المؤسسات وكباقي الإدارات اتخذتم إجراءات احترازية خلال هذه الفترة، يعني طبيعة ونوعية هذه الإجراءات اللي خديتو داخل المؤسسة. خدينا أستاذ احترازات كثيرة، بأن تدابير كثيرة، بأن أولا فرضنا على الطاقم التربوي وعلى التلاميذ وعلى كل من كيدخل المؤسسة يدير الماسك. درنا واحد الروجيستر كان نسجلوا فيه الناس اللي كيدخلوا، كنديروا لاكارت ديالهم راه الهواتف. عندنا لي تيرمومتر، وعندنا دوك لي زاباري الكترونيك بور ميزوري لا تمبيراتور. عندنا اقتنينا دوك لو جيل بكميه كبيره، بحيث عندنا ميك في واحد 3 سنوات. كاين تحسيس، ما نخلش عليه، كنديروا تحسيس مره كندخلوا. لحد الان الحمد لله المدرسه بقات مأمن. هذا هو اللي انا حسب امري، وانا لحد الان الحمد لله ما تمسيناش، ما اضطريناش نسدو شي قسم ولا نسدو ولا قالت الامور غدا كنديروا انا ولا الزوجه ديالتي ولا الطاقم التربوي، كندخلوا عند الوليدات كنديروا دورات تحسيسيه. كان زعما حنا مورا الوليدات، كتعرف الوليدات مهورين، كيدير لابافيت وكيدير تحت عنقو، ما كيديرهاش، خصك انت توقف موراه. ما شريتهاش حنا، خصني انا بكميه كبيره، راه عندي واحد 4000 ولا 5000 بافيت اللي شريت، ما كيجيبهاش كتعطي بافيت. والحمد لله لحد الان بقينا في مأمن. نعود الى التاسيس 2007 2021، حصيله هذه السنوات انت مرتاح سي عبد الله؟ الحصيله كانت ممتازه استاذ، ما كانش رغم ان المستوى التربوي التربوي انا استاذ الجانب المادي ما كيهمنيش، لان التربوي اللي كيهمني، لان الا كان التربوي راه كيجي مادي. الجانب التربوي استاذ كاين اقبال كبير وكاين نتائج ممتازه. درنا واحد حتى وراه ما كنتش عليك، انا من 2007 لدابا راه تم فتح الكوليج اللي ما كانش، كان فتح الليسي اللي ما كانش، حلينا شعب اللي ما كانش،
درنا البيوف اللي ما كانش، والعام الجاي ان شاء الله غادي نزيدوا، احنا في كاين مشروع ديال البناء غادي نزيدوا واحد الطوابق وغادي نحلوا حتى السيونسمات والايكونومي اللي ما عندناش حنايا. كان واحد التطور كبير، التطور كبير بحيت الحمد لله دابا المقري كاين مكانه مشرفه في السوق. تواجد عندك في المكتب صديقنا الاخ اللي هو رئيس مؤسس لاكاديميه لكره القدم، واعتقد بان هناك واحد الشراكه فيما بين المؤسستين، يعني طبيعه نوعيه الشراكه. استاذ انا ما عنديش غير شراكه، هذا هو اللي غريب في المؤسسه واللي خلاها ان كون جو سويز اريفي جي اوفير لي ليميت مونتال دو ليكول، حليت ليها الحدود الذهنيه ديالها، بحيث ان المدرسه كانت عايشه في انغولاك، كانت ساده على راسها في عهد دوك الملاك القدام كانوا سادين المؤسسه. هذا خطا لان المؤسسه تعتبر زاويه في الحي، خاصه ان المقري عنده واحد الخاصيه جات في حي وهي مدرسه الحي. انا عندي بوسيجور ديالي، عندي الولفه ديالي، حي الحسن ديالي، المدينه القديمه، المعارف، ومدرسه ديال بحيث انا اول حاجه درت انا حليت الابواب، حيت درت شراكات كثيره. اول شراكه درتها مع نادي الرجاء البيضاوي، انا عندي شراكه مع نادي الرجاء البيضاوي، كان كتعطيني انا بحيث انا شراكه في اطارها، انا كناخذ الملعب ديالهم كندير فيه الرياضه، وفي المقابل انا كندرس لي جونيور ديال الرجاء. والعام اللي فات خمسه الوليدات اللي خداو الباك عندي في الرجاء، ومنهم الوليد الرحيمي راه خدا الباك هنا، سفيان الرحيمي راه خدا الباك عندي اداب، وخوه راه كيقرا هنا حسين الرحيمي. دابا حاليا عندي تقريبا 30 لاعب ديال الرجاء كيقراو هنا، وكي مبيت في مركز الرجاء، والدراسه دخلنا في اطار مشروع ديال سبور اتيود. عندي شراكه اخرى مع الاستاذ طارق بونغرين، هذيك طريق من نوع اخر، حيث ان طريق بحكمه كان لاعب كره في الانجليز محترف دار مشاريع رياضيه، وانا دخلت معاه فيهم، حيت حلينا الباب ديال الكومبلكس ناتاسيون فولي باسكيت ايزاماسيون، كنديرو في الكومبلكس، وبيرجيغو كنديرو فيه الفوت للوليدات بيان سور تحت الاشراف ديال المدرسه ديالته، لانه عنده مدرسه انفا سكر اللي هي فرع من المدرسه اللي كاينه في الانجليز. وعندي شراكات اخرين، وانا كنامن كان عندي شراكات مع جمعيات كثيره، حيت ان المؤسسه كانت مندمجه بزاف في العمل الجمعوي. شاركنا مؤخرا في ثلاثه العمليات، تتشهر علينا واحد الاستاذه وفاء كنشكرها في هذا المنبر، كنشكرها بزاف. عندها شراكه مره كنديروا عمليات، كنساعدوا المناطق النائيه اما بكتب اما ملابس اما المهم كندير واحد البصمه، كنبقاوش بلاش، لان كتعرف المجتمع المدني خصو يشارك، شنو هو غير الناس ديال السياسي ديالو حتى حنا خصنا نخدمو. غير سي عبد الله، رحله نجاح، هاد الرحله ديال النجاح اللي بدات يعني في اواخر التسعينات الى يومنا هذا، رافقك في هذه الرحله مجموعه من الرجال والنساء، ولكن بالاخص السيده الزوجه. هو راه كتعرف اش كيقولوا كبر كل رجل عظيم، لولا الزوجه ديالتي ما غنغم، لان ما كنتش انا كنواجه صعوبات كثيره، حيت واجهت صعوبات كثيره جاب الله. انا من طبعي كنصبر، لان باش دير مدرسه بامكانيات انت استاذ، انا استاذ شحال غيكون وفر شحال وفر كاع في المسيره ديالته، ولكن كان الزوجه ديالتي كتساعدني وكتدفعني وكتحمسني. عباقة كانت خدامة في جروب كومباس، ولكن ميمكنش أنا نجيب، أنا مرتي اللي هي عندها كفاءات كبيرة خلات تستافدو من النصارى وما تجيش تعمل معايا أنا، ومني جات الحمد لله بانت البصمة ديالتها، غيرت بزاف الأمور في المؤسسة الحمد لله. أخيرا، أنتم تعلمون بأن المغرب دابا يعيش في مرحلة ديال اللقاء، يعني في مرحلته الاولى وفي المرحله الثانيه، بالنسبه لكم انتم يعني شنو هي المنافع اللي عند هذا اللقاء؟ يعني عند اللقاء اللقاء وسط كل منافع، لان على الاقل غادي يضمن لنا داك غادي يضمن لنا داك ليمينيتي المناعه، غادي يضمن لنا ونخرج من عقد الزوجه، لان ما وحنا محظوظين ان المغرب سباق، حتى ولينا كنديروا كاع كنجبدوا الحس ديال الدول الاوروبيه، ما افريقيا ما كيهضروش عليها، حنا محظوظين
عندنا اللقاح متوفر وكدير 7 17 17 كيجاوبوك كتمشي كدير اللقاح وهادشي ما كاينش. اللقاح ان شاء الله غادي يكون هو الضربه اللي غادي تقضي على هذا الوباء وان شاء الله نرجعوا للحاله الطبيعيه ديالنا ترجع الامور طبيعتها. يا سي عبد الله لانه المراحل اللي مريتي بها واللي قضيتيها تبشر بانك رجل تحدي، رجل يتحدى المصاعب ورجل اللي نجح في حياته. يعني راضي على الاباء ونحقق هذاك الامنيه ديال الاباء اللي عندي، حيت انا ما نكذبش عليك انا ما انني داير مشروع باش نربح الفلوس، ولكن انا رضا الاباء ونجاح الوداد كيغديني اكثر من الفلوس اللي كيعطيوني، حيت انا ملي كتكون نسبه النجاح وكيجيو كيعنقوا الوداد وهادشي راه في الفيديو انا فرحتي ما تصورش انا كتشوف دري جا عندي وليد مثلا كان عندي انا في مقري وهذا الوليد انت دخلتي وشتي وليد عندي دابا هذا الوليد اللي دخل دابا داك راه خدام باقي عندي 4 سنين ها هو جا كيعنقني علاش؟ لان الحمد لله كان عايش بها. احنا هنا عندنا واحد الجو ديال جو غريب حيت انا مدير ولا الزوجه ديالتي قراب للتلاميذ وقراب للاباء قرب لهم بزاف، دونك اللي نتمنى انه هو ان الاباء الحمد لله نحقوا الوليدات من داك الشيء اللي كيطمحوا ليه والوليدات يمشيو ونحميوهم لا في دراستهم لا في حياتهم الشخصيه، ما نبغيهم حتى حاجه تمسهم خايبه، الدري ولا البنيه يبعدوا من المكروه، اي حاجه تاديهم في حياتهم ولا في حياتهم اليوميه ولا اللي غتجيب مشاكل الاب حنا كنحاربوها. انا شخصيا كنخرج الزنقه الا جي عندي مع 12 تلقاني كنساله في الزنقه، مع 6 كندور في الزنقه، وليداتي كنحميهم كل ما اتاني الله من قوه، لان الدور المدرسه واللي مالوغوزمون انكزيستي بلو، المدرسه ولات كتقتصر انك تعطي العلم، كتعطي المعرفه، المعرفه راه موجوده في جوجل، خصها تعطي ما وراء المعرفه، تربيه، ربي الدري، حضنو، شوفوا انا المدارس كنتاسف انا المدارس باغي ندري كامل، كيدير لي تاس في تاس في تاس، لا المغرب راه ماشي المغرب راه الدري كامل راه اقليه لا في المغرب لا في فرنسا لا في الانجليزه راه قلال، هذوك لي غرين دو جيني سون غار لي بيبيت سون غار راه المتعثرين اللي كثار، دونك خصك اللي ياخذ بيد المتعثرين وتما كتبان النجاعه ديالك. انا راه كيجي عندي دري وعندي امثله كثيره ما كنقول ليه لا تسلا ولا كنسولو سؤال واش باغي تقرا، الا كان متحمس ويعطيني يديه راه كنجيب منه العجب، اما المستوى غادي يجي الا عطاني يديه وتعاوننا انا والاسره ديالو راه كنخرجوا منه العجب. سي عبد الله اخيرا واحد المقوله كتقول الام الناجحه تتوفر على مدرسه ناجحه. تماما تماما كلمه في بلاصتها وكلمه نجاح الام رهين بتوفر مدرسه ناجحه. ايوا الام هي كل شيء استاذ، الأم هي الشجرة اللي تعطينا الظل يا الأم هي كل شيء أستاذ. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.